اولا السلام عليكم ورحمه الله. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع بالنجاح ان شاء الله. الشعور ديالنا بطبيعه الحال يكون الشعور ديالنا بحال الابناء ديالنا، يكون فيه ضروري يكون هذاك التوتر، والجانب النفسي مهم بزاف اللي تدعم وليداته نفسيا من اول السنه، راه ما يخافش عليهم، ومع ذلك تيبقى واحد توتر كبير. وهذا ليس تناقضا، علاش؟ لان كاين بزاف الامور مجرد ديال السياقات اللي والحيثيات كثيره في التعليم، لان اولا احنا التعليم مشكله ديالنا فيه يعني واحد المستوى عالي من حنا نقول بصريح العباره من الدنيا من انحطاط، حنا الرتبه ربما 157 عالميا، فهذا كارثي. واكثر من ذلك تبقى تشوف كاين واحد التشجيع كبير، واحد المساله ولات تقريبا بحال مساله شرعيه او فرض، اللي هي شنو هي؟ الغش. والنقيله عندهم دابا طبيعيه، وخص واش خلاوكم، واش هادي، واش نقلتي، واش جبتي، هذا الشيء راه حرام. اسمح لي، هذا انا هذا الشيء اللي وترني انا كاع اكثر. خير كلمة قال له هذا، اسمح لي. كنشوف انا وليدات خارجين من بعد الدوزو متحدى المطار الصباح هذا، تقول لك ما قلناش العام كامل والاسئله كانوا صعاب بزاف. وهي القضيه انا سمعتها، ولكن واخا كنت نقول لي وجد وخدم ولقى الدعم من والديه، ماشي هو خص حتى الوالدين يكون بواحد الدرجه كبيره انهم يدعموا والديهم، لان كان مشكل كبير ديال الدوله اللي هي ثلاث شهور ما قراوش، كانت الاضرابات كذا، كانت الدوله كانت تلقى لهم الحل، والحل هو دير لهم الدعم. وانت نضرب الناس ديال المخزن، مازال البريفي ولا الخاص راه تلقاو الحلول، لان تيخلصوا على وليداتهم، ولكن المخزن او العمومي خص الدوله هي تكون كدايره لهم الدعم باش تتحل هذاك النقص ديال الاضرابات اللي هو خارج على الاراده ديالهم. هادشي باختصار. انا الرساله اللي انا وجهها لهم بغض النظر على هادشي اللي هضرت عليه انا ديال الغش او النقيل كذا، يخدموا يتوجهوا الله سبحانه وتعالى، وباقي لهم واحد الوقت اللي عنده دوره استدراكيه او اللي مازال هادي عاود العام الجاي هيبدا الخدمه. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اللي تياخذ بالاسباب راه تيوصل. مستحيل انسان ياخذ بالاسباب ما يوصلش مهما كان. كاين اللي كيقول لك لا ما نعاودش العام، كاين الوالدين تيقول لك ولدي ما يعاودش العام، شنو رسالتك لهم؟ الرساله ديالي الله يهديهم، علاش ما يعاودش؟ يعاود من طبيعه الحال، كان كاينه ظروف لا هي ماديه ولا نفسيه ولا اجتماعيه ولا اسريه، لا كانت واحد الظروف خصو يعاود، علاش؟ لا عاود ونجح، راني ناجح في البكالوريا بشي اللي بحال اللي عنده مستوى الباك، راه اللي نجح في الباك راه عنده افاق كبيره يدير بزاف في هذه. واللي ما عندوش الظروف مسكين ما عندنا ما نقولوا في هذه المساله هذه، حنا كان دائما كنشجعوا على اللي هو الايجابيه، شي حاجه ايجابيه دائما خصها تكون الطاقه الايجابيه، نحيدوا هذيك الطاقه السلبيه وهذيك الدنيا وهذيك المستوى ديال الاحباط ديال التثبيط. حنا العكس، خصنا نشجعوا الوليدات مساكن مهما كان مساكن راه ضحايا ديال واحد المنظومه تعليميه اللي هي فيها واحد الاخطاء وفيها كوارث للاسف الشديد. الوليدات مساكن لا ناقه لهم ولا جمال في هذا الامر. السلام عليكم ورحمه الله.